بالنسبة للأمور التقنية هو أنه كاين مشكل على في التصنيع عند جميع الشركات التقنية وحتى شركات ديال السيارات. حاليا ولينا كنشوفوا مصانع ديال السيارات يعني كتنقص عدد العمال ديالها بحكم بسبب أنه التصنيع ما كاينش. علاش؟ لأنه واحد لي كومبوزون إلكترونيك أو أشباه الموصلات اللي كتسمى باللغة العربية، يعني هاد التقنية كلها محتكرة عند شركة واحدة، نقدروا نقولوا ثلاثة الشركات، ولكن الشركة الرئيسية اللي مصنعة لهاد أشباه الموصلات كاينة في تايوان، هي شركة تي اس ام سي. الإشكال اللي وقع عندها هو أنه الطلب أكثر من العرض، وبسبب الجائحة ديال الكورونا كان ارتفع الطلب على الأجهزة الإلكترونية، وما يمكنش نلقاو شي جهاز إلكتروني ما كيشتغلش بهاد أشباه الموصلات، واللي هي حكر بيد عدد قليل من الشركات. فالأزمة اللي واقعة دابا عند هاد الشركة وغيرها، يعني ارتفاع الطلب وقلة العرض سبب أزمة في التصنيع، حيث أنه الشركات الحالية المصنعة لهاد الأشباه الموصلات ولات كتعامل بنظام الكوطة، يعني كتوزع بنظام الكوطة على الشركات، مما أدى يعني انخفاض القدرة الإنتاجية ديال العديد من الشركات، خصوصا أجهزة الهواتف المحمولة. هذا الشيء كامل أدى ارتفاع شوية الأثمنة وارتفاع بزاف ديال المصاريف ديال الإنتاج ديال الأجهزة الإلكترونية. أيضا المشكل الآخر اللي كاين هو أنه مازال الطلب مرتفع ومازال الإنتاجية قليلة. هاد الشيء سبب مشاكل كبيرة، لا من حيث شركة تعهدات ديالها مع الزبائن ومع الموزعين في العالم كامل، يعني هاد الأمر هذا مشكل قائم حاليا، ومازال الناس كيلقاو كيبحثوا على حلول. كانوا فكروا أنه حلول مثلا شركات دير نفس التقنيات اللي كتخدم بها هاد أشبه الموصلات، ولكن الشركة اللي محتكرة لهاد التقنية هذه يعني نقدروا نقولوا سبقهم بواحد جوج ديال لي جينيراسيون، يعني من الصعب، يعني وكيطلب الأمر وقت كبير. يعني احنا أيضا كنتسناو حلول في هاد المشكل اللي كان.